بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بإذن الله هنبتدي مع بعض الفيديو الخامس. احنا هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم النهاردة عن شوية برامج الفينش اللي باقية، فيما شوية برامج فينش كتير هنبتدي نتكلم عنهم النهاردة ونخلصهم بإذن الله كلهم. أول واحد هنتكلم عنه النهاردة اللي هو برنامج اسمه Optimize Constant Z. بيتكلم عن ايه البرنامج دوت؟ في عندنا برنامج هنا اسمه Optimize Constant Z فينشنج. البرنامج ده قريب جدا من البرنامج اللي هو اسمه كونستان زد. الفرق ما بين الاتنين ايه؟ كونستان زد بينزل نزول مستمر في الزد، يحسب القيمة في محور زد بس. اما الاوبتمايز كونستان زد بيبتدي يقسم لك الكيرف زي ما احنا شايفين في الصورة ديت لاجزاء. طبعا ده يفضل جدا مع الاسطح المايلة اللي زي كده، اما كونستان زد ما بفضلش تشتغل بيه غير في الاسطح العدلة. فنخش على الاوبتمايز كونستان زد نشوف ايه التعريفات اللي موجودة فيه، ونشوف هنقدر ازاي نستغله معانا مثلا في بارت زي ده. بارت زي ده مثلا في الجزء اللي هو بتاع الزلاقه ده احنا برضو ممكن نشتغله اوبتمايز كونستان زد عادي، مفيهوش مشكله. هنعرف العده بول نوز 10، هنخش على الاوبتمايز سبايرال دوت، بمعنى لو لقى حاجه يقدر يخليها حلزوني هيخليها حلزوني. كلوز ذا اوفست، بحيث انا لو عندي الاشكال ديت مثلا كانت واخده مثلا هنا مثلا في شكل هو مربع، وهنا مثلا في شكل اللي هو الكيرف ده، فبيمشي حسب البروفايل اللي بيلاقيه. سموثينج دوت بحيث ان هو يطلع لك مفيش اي حركات شارب، يبقى دايما في سموثينج في الحركه. بس احنا هنكتب بس معانا السبايرال دلوقتي. التولرانس طبعا بتاعتنا ثابته. الكاتنج دايركشن اتجاه القطع. عندي السيكنس دوت برنامج سيمي فينش ولا فينش. وبعد كده الستيب اوفر بتاعتي هنا بتبقى النقله مش النزول في الزد. بعد كده اقول له هنا كالكوليت. يبقى ده كده برنامج الاوبتمايز كونستنت زد. لو تلاحظوا عامل ايه؟ مثبت نقلة كل مرة بينقلها، كل مرة بينقل نقلة ثابتة، غير برنامج كونستنت زد لو احنا استخدمناه في الحتة دي بيبقى في فرق كبير جدا ما بين الاتنين، وتقدروا ايه تشوفوها. طيب عندنا برنامج ايه تاني عايزين نشوفه هنا؟ في برنامج عندنا هنا اسمه سيرفيس فينيش. السيرفيس فينش ده بيبقى كويس جدا في موضوع الصيانة. لو انت جايلك اسطمبة صيانة، او انت في جزء معين عايز تعمله فينش من غير باوندري من غير اي حاجة، ازاي؟ ونفترض احنا عندنا الجزء مثلا اللي هو ده. طبعا البرنامج اللي اسمه سيرفيس فينش من اسمه لازم تعمل فينش لسيرفيس واحد بس، فانت بتختار السيرفيس بايدك. لو ما اخترتش مش هيشتغل اصلا. وايه بقى اللي موجود عندنا هنا؟ بنخش في الباتر بيقول لك انت عايز تمشي في اتجاه اليو ولا الفي. اليو ولا الفي اللي هو بالنسبه لنا اتجاه الاكس ولا الواي. يعني هو دلوقتي بص لو تلاحظ ماشي في اتجاه الواي اللي هو اليو. طب لو قلت له في الفي هيمشي، قلت له بريفيو هيمشي في اتجاه الايه؟ الاكس. طيب هل انا ممكن اتحكم في الحركه بتاعته؟ يعني انا مثلا دلوقتي لو قلت له كالكوليت، تمام، هو هيشوف السيرفيس كله ويعمله. بس لو تلاحظ هنا بينط من هنا، وكل مره يشتغل كده كل مره. ليه؟ عشان انا قايل له وان واي، فالمفروض انا اقول له ايه؟ تو واي. طب تو واي ما بتتاكتفش لو السبايرال دي شغاله، فالغي السبايرال واقول له تو واي واقول له كالكوليت. هتلاقي الطلوع مره واحده والنزول مره واحده زي ما احنا شايفين كده، عشان لو فيكم حد شغال ولا كل شويه عمال ينط في الهواء على الفاضي. طيب افرض انا لا، انا عايز اعمل عمليه تنعيم لحته معينه هنا. احنا اتفقنا ان احنا عندنا اليو دوت اللي هو اتجاه محور واي، والاكس اللي هو اتجاه محور في. طيب يعني انا ممكن ابص من فوق واقول مثلا انا عايز اشتغل في المنطقه ديت، يعني كام في الواي وكام في الاكس، يعني كام في اليو وكام في الفي. بتاكتف بقى الليميت ديستانس من هنا اليو والفي. ونفترض هقول له ده مثلا بدايتي من 10 والنهايه بتاعتي عند 35. تعالوا كده نشوفها في الاول. ده لو يو، لو في بس. لو في بس بص عمل لك ايه؟ شال لك الجزء ده كله. طيب اللي هو في اتجاه محور ايه؟ الاكس. طيب لو دخلت كمان في اليو، البدايه بتاعتي من فين؟ هقول له برده نفس الكلام، مثلا من 10 والنهايه بتاعتي مثلا ل 30، واقول له بريفيو. بص عمل لي انهي جزء؟ الجزء ده بس. تعالى كده اقول له كالكوليت، اشتغل لي في الجزء ده بس. طب ده امتى انا بستخدمه؟ لو انا عندي عيب في الاسطمبه واتلحم وانا عايز اعمل عمليه فينيشنج للجزء ده بس.
طبعا البرنامج دوت ممكن يستخدم في المكن الخمس محاور، في بعض الاحيان بيبقى فيه مثلا سيرفيس مايل كده، فانت تقدر تجيبه معاك. طيب افرض انا مش عندي السيرفيس ده، انا عندي مثلا السيرفيس ده عادي، انا ممكن اشغل كده واقول له كالكوليت بالنسبه للسيرفيس ده، هتلاقيه برضو راح حسب اليو والفي بناء على السيرفيس الافراد بتاعه يخش فيه. فانت تقدر تظبط الكلام دوت براحتك عن طريق الليمت في اليو وفي الفي وفي الاتجاه بتاعك بتاع الحركة، اذا كان في الفي ولا في اليو، انت بتشوف الانسب للسيرفيس بتاعك اللي انت عايز تعمله فينش ايه بالظبط. ده بالنسبة كده للسيرفيس فينش، وبالنسبة للاوبتمايز كونستانت زد. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا في البرامج بتاعت الفلات فينيشنج، لو انت عندك ارضيات وعايز تمسحها، في عندي برنامج اسمه اوفست فلات، وعندي برنامج اسمه راستر فلات فينيش. الاتنين قريبين جدا من التعريف، مفيش اي فرق. ده بيعمل ايه؟ بيمسح لي الارضيات. طيب ازاي؟ انا بعرف له بس العدة، لو نفترض العدة بتاعتي مثلا عندي ملي 10 فلات، وبقول له الستيب اوفر. طبعا الستيب اوفر هنا 70% من قطر العدة، يعني مثلا او 60% عشان ده برنامج فينش، يبقى 6 من 10 في 10 اللي هي بستة. وتقلل طبعا التغذية، هو اوتوماتيك لوحده بيعرف مكان الارضيات فين ويروح يمسحها. زي بالمنظر ده كده. طيب هو دلوقتي لو تلاحظ، انا لو عايز افنش الجزء ده على مرتين، يعني ياخد باص وبعد كده بعد ما يمسح ياخد باص تاني فوقيه، ممكن اعمل برنامجين فوق بعض واسيب سيكنس والكلام ده؟ لا، هنا بيتيح لك ان انت تقدر تعمل حاجه اسمها فاينل ستيب داون. يعني انت لو سايب 1 من 10 وقلت له مثلا لا سيب لي كمان 5 من 100، خدها على مرتين، يعني 1 من 10 يبقى 5 من 100، و5 من 100 في السطح هيطلع معاك ناعم جدا، تقول له الكالكوليت هيبتدي ينتج لك ايه، 2 طول باص فوق بعض من برنامج واحد زي ما انت شايف بالمنظر ده. طبعا الجزء ده اللي احنا كنا اتكلمنا عليه ان هنا عشان ما فيش بلوك زيادة فمرضاش يعملها، فلما تيجي تعملها هتعملها ازاي، تزود البلوك فوق شوية وبعد كده تشتغل. يعني زود البلوك مثلا هنا واحد واقول له كالكوليت، هيشتغل معاك عادي جدا وهيطلع لك 2 طول باص فوق بعض بالمنظر ده. نفس القصة موجودة عندنا فين؟ احنا خدنا الاوفست، في عندنا الراستر فلات فينش. بس الراستر فلات فينش بدل ما هو ما بيشوف الشكل وياخد منه اوفست، لا انت ممكن تحدد له زاوية ميل يبتدي يتحرك بيها في الاكس وفي الواي الانجل بتاعتنا دي. ونفس القصة في فاينل ستيب داون والستيب اوفر قد ايه، ومفيش اي فرق ما بينه وما بين التاني غير في موضوع الانجل. ده بالنسبة لنا كده في برامج الفينش اللي هي اوفست فلات فينش واوبتمايز كونستانت زد. طيب هناخد ايه تاني دلوقتي؟ هناخد برنامج بتاع 3 دي اوفست، بس هننزل بارت تاني غير البارت اللي احنا شغالين عليه ده. هنقول له امبورت موديل وخش في الامثلة بقى بتاعة الباور ميل. في عندي هنا حاجة اسمها مول ديكور، ذكر بتاع اسطمبة، ده ممكن نشوف عليه ازاي نقدر نستخدم ال 3 دي اوفست. خش جوه ال 3 دي اوفست دوت، برنامج لطيف جدا وهو بيقدر يحسب كويس جدا من غير ما انت ما تتعب نفسك في هاخد انهي استراتيجية هنا وايه افضل للسيرفس ده وايه افضل للسيرفس ده. لا انت اوتوماتيك بتعرف مثلا العدة، ونفترض عدة مثلا 6 مللي، الاستراتيجية بتبقى عبارة عن ايه؟ بيقول لك اوتسايد لان ولا من الانسايد لاوت، ده معناه ان هو يبتدي من بره لجوه ولا من جوه لبره، وسبايرال وسموثينج ده خلاص فهمناه، ماكسيمم اوفست يعني انت لو عايز تعمل عدد خطوط معين. طيب تعالوا كده نقول له ان نحسب ونشوف الباترن. طبعا البلوك مش متعرف، نقول له كالكوليت الستيب اوفر طبعا كبير اوي، هنا خليه واحد عشان بس يبقى افضل. هو هنا شايف ايه؟ شايف ان في شكل 3D لو بصيت له من فوق، خفيت كده
الشكل المربع ده عمال ياخد منه اوفست للداخل واحده واحده، واخد في اعتباره ان هو كمان شغال في 3D زي الاوفست فلات بس في 3D، يبقى ده 3D اوفست فينيشنج. طيب ايه بقى قصه الباترن اللي موجوده معانا هنا، او يعني ايه اوتسايد لين؟ هو طبعا لو تلاحظ البلانج بدأ فين؟ هنا. طيب انا لو قلت له مثلا من انسايد لاوت في الحاله ديت هيبتدي لي من جوه لبره، يعني هيبتدي لي تغذية البلانج بتاعتي من جوه وبعد كده ينتهي لي بره بالمنظر ده زي ما احنا شايفين. طيب ايه تاني ممكن تعمله؟ ان انت تخليه يبقى في الاعتبار معاك اسطح معينة ياخد منها الاوفست. بمعنى انا دلوقتي ممكن اروح فاتح النقطة بتاعت الباترن دي واقول له خد السطح ده معاك، في الاعتبار وانت شغال، وخد السطح ده معاك وانت شغال في الاعتبار، وده وده وده. فبيعمل ايه وهو شغال؟ تعالوا كده نشوف بقى هيعمل ايه وهو شغال. بيبتدي يحسب اوفست وياخد دول معاه في الاعتبار. بص كده لو جينا بصينا من فوق ايه اللي حصل، شاف ده وقعد يعمل منه اوفست وشاف الجزئية ديت كلها فلات وابتدى ايه ياخد ليها اوفست. فده كويس جدا في ايه، ان انت ممكن من غير ما تحدد بقى مثلا في سايكل زي الراستر زاوية الميل والكلام ده، لا انت من هنا اوتوماتيك هو بيعرف الاتجاه ويبتدي ياخد منه اوفست مجرد ما انت ما تحدد له بس الاسطح اللي يحطها في اعتباره وهو شغال. ده يبقى 3D اوفست دوت برنامج كويس جدا، بس تستغله في الاوقات مثلا اللي زي كده اتجاهات كتير وعايز تدخلها كلها في بعض، فتقدر تستغله في حاجات زي كده يعني. طبعا احنا هنا لو اكتبنا بقى السبايرال والسموثنج هتلاقي الموضوع اختلف خالص بالنسبة للشارب ايدج اللي كانت نقط الشارب اللي كانت موجودة هنا، هيديها كلها زي ما انتم شايفين كده قرات، مش هيسيب حتة فيها شارب. طيب عندنا برنامج ايه تاني؟ عندنا البرنامج بتاع الكورنر فينيش ده عايزين ناخده برضو. طيب نطبقه على ايه؟ نطبقه مثلا على مثال بتاع الكورنر، اقول له ديليت اول وانزل له البارت اللي هو اسمه كولينج وانزله معايا. ودلوقتي احنا البارت دوت في الحتة ديت لو تلاحظ ان هي شارب، فمهما دخلت باندميل لبون نوز الحتة ديت مش هتطلع معاك برضو كويسة. يعني تعالوا كده نتخيل مثلا معانا لو قلنا له مثلا اوبتمايز كونستان زد وادي له مثلا اشتغل باندميل 10 بول نوز 10، تمام، واقول له مثلا الاوفست بتاعي 1 واقول له كالكوليت البلوك برضو مش متعرف. هو دلوقتي كده يعتبر خلص، بس تعالى كده نبص بقى من الجنب هتلاقي الاندميل البول نوز لما يجي يعدي من هنا هيسيب لي في قرارات هنا كتير. طيب ازاي نتغلب على حاجه زي كده؟ طب تعالى نشوفها كده في السيميوليشن الاول بحيث برضو نتخيل ايه اللي يحصل. هدوس كليك يمين واقول له سيميوليت فروم ستارت واظبط كده الفيو بتاعي واقول له مثلا تشغيل من هنا واظهر معايا الشكل واعلي سرعه التشغيل بحيث نشوف بس الاندميل ده هيسيب لي ايه في الاخر. زي ما احنا شايفين كده الار اللي ظاهره هنا ديت الار ديت بتاعت انهي اندميل؟ الاندميل 10، يعني ار كام؟ ار 5. طب افرض انا عايز ار 2، المفروض كنت اشتغل باندميل بول 4 عشان يديني ار 2. طب هل انا هشتغل في الشغلانه كلها بار 4؟ لا طبعا، هتاخد وقت وهتتعب العده عشان العده الصغيره بتبقى بتديها تغذيه اقل. فهنعمل ايه؟ لا انا في سايكل عندي هنا هنقول له نو ايمج، وفي عندي سايكل هنا اسمها كورنر مالتي بنسل. دي عباره عن ايه؟ انت بتعرف لها العده، ونفترض العده بتاعتنا الجديده بقى اللي هي كام؟ 4 مللي اي 4، تمام، وبتقول لها الماكسيمم باسز بتكتره. بمعنى انا دلوقتي العده اللي كانت شغاله قبل كده اللي هي البول 10، فانا عايز ديت تشيل اللي سابته البول 10. فكل ما زودت عدد الباصات كل ما طلع الشكل معايا ناعم. يعني مثلا لما اخلي ديت مثلا
هتمشي طبعا حسب الشكل او حسب نعومة الشكل انت المطلوبة بالنسبة لك. ونفترض احنا هنخلي دوت مثلا عندي 25 باص واقول له كالكوليت، هو اوتوماتيك لوحده بيشوف الارات اللي سايباها العدة الكبيرة ويبتدي يخش فيها تاني بحيث يقللها لك، يعني من الاخر بيعمل لها عملية هد وتنعيم في نفس الوقت. تمام. طبعا احنا لو مظبطين الليد واللينك مش هينط كل النطات ديت. اقوله نان نان اون سيرفيس سكيم سكيم، ماشي مفيش مشكلة. طيب تعالوا كده بقى نتخيل، طبعا عشان الجزء اللي في النص ده هو شايفه كمان معانا، فاحنا مثلا الجزء اللي في النص ده لا انا هعمل له مثلا ديليت. تعالوا بقى نشوف في السيميليشن ايه اللي هيحصل لما اقول له كليك يمين سيميليت فروم ستارت واشغل معايا سيميليشن تاني. تعالوا كده بقى نشوف ايه اللي هيحصل. بيخش على الارات بس ويبتدي يعمل فيها عملية ايه، عملية تنعيم، ويشيل لك الار الكبيرة ويسيبها لك على الار اللي هي بتاعت الاندميل الجديدة. يبقى الكورنر فينيش ده وظيفته ايه، ان هو بيقلل لك الارات لو انت شغال بعده كبيره وعايز تظبط الار اللي باقيه لك بحيث تقللها قدر الامكان، بدل ما تخش بالالكترود والكلام ده لا، فانا بخش بعده اصغر وبستخدم المالتي كورنر فينيش ده ويطلع لي الار اصغر بالمنظر اللي انت شايفينه ده. طبعا كل ما بتزود عدد الباصات كل ما السطح بتاعك هنا بتاع الار دوت بيطلع افضل، خصوصا لو انت شغال من عده كبيره لعده صغيره قوي، فطبعا تكتر عشان ما تحملش على العده بتاعتك. تمام. طب يبقى احنا كده بقى فاضل لنا ايه، فاضل لنا ان اخد ازاي اقدر اكتب على شغلانه. يعني ولنفترض تعالى نمسح بقى الشغلانه ديت ونشوف مثلا شغلانه تانية. في عندكم برضو في الامثله تقدر تنزل بارت اسمه فون، ولنفترض انا عندي بارت بالمنظر ده كده وعايز اكتب عليه كلمه هنا. تمام. بدل ما هي تبقى مكتوبه انا ممكن لا ابعتها كتو دي وتتحفر. طيب ازاي؟ بنزل الاول الحفر بتاعي لو متسيف باي صيغه دي اكس اف او ايا كان. ونفترض عندنا هنا في باترن اسمه انجريفنج، انجريفنج دوت هتلاقيه بص لو خفيت الشكل واظهرت 2 دي هتلاقي الكلمه موجوده بس موجوده ايه عدله. انا المفروض عايز اعمل لها اسقاط على ايه، على الشكل بتاعي ده من فوق. طيب اعملها ازاي؟ في عندي هنا برنامج اسمه باتر، تخش عليه تبص من فوق وتظهر التو دي وتبتدي تختار انت الباترن من هنا بايدك اللي هو دول ودول واقول له صح، تلاقي الباترن معايا ظهر اهو. دلوقتي اختار عدة ونفترض عدة صغيرة بول نوز مثلا 1 ملي. طبعا في عدة كتابة معينة انت بتختار العدة يعني بتركبها وهي بتشكل لك نفس الشكل بتاع العدة. في حاجة بقى مهمة جدا لازم نعملها اللي هو السكنس. المفروض السكنس هنا احطه بايه؟ احطه بالسالب عشان انت اتغدت في الشغلانة. المفروض اقول له سالب مثلا 1 من 10 واقول له كالكوليت البلوك برضو. بص بقى هنا عمل ايه، دخل جوه الشغلانة. لو تلاحظ بص التول باص تحت ليه، عشان يعتبر عمل عملية كتابة يعني دخل جوه الشغلانة. تعالى اقول له كده سيميليت فروم ستارت واقول له تشغيل بس اقلل السرعة خالص. واقول له تشغيل بيمشي على الخطوط اللي انت كنت عاملها بالظبط بس بايه، بالميل بتاع الشغلانة. انت لو عندك اي شغلانة مايلة هيبتدي يمشي لك بنفس الشكل ده. بس طبعا هنا اللينكات بص اون سيرفيس، طبعا اون سيرفيس ده هيبوظ لي الشغلانه خالص، ويفضل طبعا في حاله زي دي ما تعملهاش بالمنظر ده، يفضل ان انت تخليها سيف او سكيم بحيث ما يخبطلكش في الشغلانه وهو ماشي. تمام كده. يبقى احنا كده خدنا برضو ازاي اقدر اعمل عملية كتابة. طيب في حاجات بقى بتاعت الاندر كات
لو انا عندي في اندر كات في الشغلانه او في مجرى بالجنب وانا عايز اخش فيها بسكينه او الكلام ده كله، اعمله ازاي؟ هنزل بارت تاني جديد خالص اللي هو بتاع الاندر كات، اللي هو ده مثلا بتاع الاسكوت، وانزل معايا البارت هنا عندي بارت زي ده. لو جيت تبص، بص في جوه اندر كات او ايا كان بقى الاندر كات ده شكله عامل ازاي، حتى لو جاي بالجنب كده فانت تقدر تعمله ازاي. بتخش اول حاجه في سايكل هنا اسمها لاين بروجكشن، لاين بروجكشن بتخش عليها. اول حاجه بتحسب البلوك، نحسب العده، ونفترض العدة بتاعتنا اللي هي مثلا ديت، هنقول مثلا ان هي عدة 30، اللينس بتاعها دوت اللي هو 2 ملي، والتيب مثلا ديت نص ونص، مفيش اي مشكلة. خش بقى جوه الباترن هنا، ايه الباترن ده؟ اللاين اللي انا عايزه، بس هنا في الحالة ديت انا هعمل فينيشنج بالشكل ده، فالمفروض اقول له ايه؟ سبايرال، واقول له بعد كده بريفيو لللاين دوت. واخد بالك اللاين بتاعنا ده موجود فين؟ ده اللي هيتعمل له عملية اسقاط. فالمفروض انا اعكس اتجاه اللاين ده، يعني اخلي القيمة ديت بالسالب، يعني سالب 150 مثلا. خدت بالك اللاين نزل مني ازاي تحت؟ طيب الاسقاط بقى هيتم في اتجاه داخل اللاين ولا خارج من اللاين؟ في الحالة بتاعتنا دي المفروض خارج، لو كان التشكيل عندي خارجي وفي اندر كات يبقى المفروض كان للداخل. ازاي بختار انا الداخل او الخارج ديت؟ من هنا بيقول لك بروجكشن دايركشن ان وورد ولا اوت وورد. انا طبعا في الحالة ديت اوت وورد عشان من اللاين لبره. وفي الحاله ديت حتى لو تاخد بالك من اتجاه السهم بيقولك ان هو يعمل لك اسقاط في الاتجاه ده، لا انا عايز في الاتجاه التاني بحيث الخطوط تطلع لي بالعكس من هنا. طيب ايه تاني موجود؟ طبعا السيكنس هنا هخليه بالزيرو. ايه عندي هنا؟ الستيب اوفر طبعا اللي هو النزول كل مره قد ايه. عندي مكان اللاين ده فين؟ مكان اللاين دوت انت اللي تقدر تحدده عن طريق اللوكيشن بتاعه في اكس واي وزد. يعني انا لو عايز اغير مكانه مثلا في الاكس بكتب مثلا 20 اكس، هتلاقي اللاين بص اتحرك من مكانه ما بقاش في النص. طبعا انا عشان راسم الرسمه في النص فهي اللاين جاي معاه مظبوط، اما لو انت عايز تغيره فتقدر تجيبه يمين او شمال زي ما انت عاوز. وبعد كده خلاص خلصت تقول له كالكوليت، هتلاقي هو عمل لك عمليه اسقاط على الشكل الداخلي بتاع الرسمه بتاعك، سواء بقى كانت الرسمه مثلا عندك بالمنظر ده او اندر كات لافف حوالين الرسمه، انت بتعرف مكان اللاين بتاعك وهو يبتدي يعمل لك عمليه اسقاط. خدت بالك دلوقتي عمل عملية الاسكوت ازاي وماشي حلزوني زي ما احنا ما قلنا. يبقى دي كده السايكل ديت بتاعت البروجيكشن او الاسكوت. طيب عندنا سايكل تانية بتنفع برضو في موضوع الفينش اللي هي اسمها راديال فينيشنج. طبعا التعريفات بتاعت برامج الفينش بتبقى بسيطة قوي، بس عليك ان انت تشوف هل الشغلانه دي ينفع معاها انهي سايكل فينش. يعني هننزل مثلا البارت دوت، تمام، وهنبتدي نعمله فينش باسلوب تاني خالص، عمليه اسقاط بس راديال. ازاي؟ في عندي هنا برنامج اسمه راديال فينش. راديال فينش عباره عن ايه؟ الراديال فينش دوت، الراديال فينش ده انت بتبتدي تحدد له دايرة وهو يشتغل جواها. بمعنى انا بقول له مكان الدايرة بتاعتي دي فين، يعني لو قلت له بريفيو دلوقتي، بس احدد بس بلوك وحدد عدة، ونفترض بول نوز مثلا 8، تمام، واقول له هنا بريفيو. بص خدت بالك عمل ايه؟ مكان الدايرة السنتر بتاعه. طب لو احنا قلنا مثلا الدايرة بتاعتي لا مش موجودة هنا، الدايرة بتاعتي مثلا موجودة على في الدايرة بتاعتي مثلا موجودة هنا في سالب 30 مثلا، أقوله بريفيو 30 قصدي، جات لي هنا في النص. طيب ايه تاني انا ممكن اعمله؟ احركها في الواي برضو لو انا عايز احركها في الواي. طيب الستارت راديوس والاند راديوس، يعني لو تلاحظ هنا هو الريديوس اللي ابتداه دوت 10، والاند اللي هو السالب دوت.
طب لا انا هخلي ده مثلا 10 وده مش بالسالب بقى، ده هخليه 100 مثلا، اقول له بريفيو. خدت بالك بقى هنا عمل ايه؟ الدايره الصغيره ديت اللي قطرها 10، الدايره الكبيره ديت اللي قطرها 100، يعني لو خلينا مثلا ديت 20 قلت له بريفيو، عمل لي الدايره الصغيره 10 واللي بره 20. طيب لو انا دلوقتي عايز اكبر عن كده، يعني بدل ما يبقى مثلا ماشي ربع دايره يمشي لي الدايره كلها، يبقى عن طريق هبتدي من الصفر انتهي في الكام؟ في 360، عمل لي دايره كامله. ممكن اقدر اعمل لها عمليه اسقاط، بس مثلا مش هبتدي من هنا، هبتدي مثلا من 20 وانتهي في 40. بريفيو تجيلي بالمنظر دوت واقول له مثلا كالكوليت، اقول له سيكنس عادي الستيب اوفر. يبقى دلوقتي لما نيجي نجرب اظبط الزاويه بتاعتي، ونفترض الزاويه بتاعتي 90، واقول له كالكوليت، بص عمل لي اسقاط على الداير اللي انا عامله ده بالظبط. طب لو انا مش عايز الحته دي بقى معايا، كمل اول انت المفروض تعمل باوندري بحيث يعمل لك اسقاط على الحتت اللي زي دي. طب افرض انا عايزه مثلا، لا مش 90، لا انا عايزه 360 درجه، اقول له كالكوليت، عمل لي اسقاط على الداير كله. فانت تقدر تحدد دايره في اي مكان هنا بحيث تبقى ديت اللي تحدد لك مكان الراديال فينش يبقى موجود فين، بدل ما انت ما تقعد تظبط الدايره بايدك من هنا. بس انت يفضل طبعا تظبط السنتر وتبقى عامل الباوندري بتاعتك بناء على السنتر في النص، بحيث الدايره تطلع معاك منتظمه على الحدود اللي انت عايزها. بس يبقى احنا كده النهارده خدنا معظم استراتيجيات الفينش، خدنا 3D اوفسيت، كونستان زد، خدنا الكورنر فينيش، خدنا الاوبتمايز، خدنا الاوفسيت فلات، خدنا الباترن فينيش اللي هو بتاع الكتابه، اللاين فينيشنج اللي هو بروجكشن بتعمل بيه عمليه اسقاط، والراديال والراستر فينيش والراستر فلات فينيش والسيرفيس فينيش. دي معظم الاستراتيجيات اللي هتساعدك في ان انت تطلع اسطمبه او قطعه غيار بالاسطح المطلوبه بدرجة النعومة المطلوبة. بس عليك ان انت تختار كل مرة انهي استراتيجية مناسبة للسطح بتاعي، زي ما احنا شفنا الامثلة وانهي مثال، وامتى استخدم سايكل مثلا زي السيرفيس فينش في الصيانة، امتى استخدم ديت استخدم ديت، ده عليك انت اللي بتحدده. اتمنى يكون الفيديو وضح كويس الاستراتيجيات ديت. شكرا.